طبعا احنا دايما بنحكي لكم قصص الكفاح المختلفه وازاي الناس قدرت انها تتخطى الصعوبات بتاعتها. النهارده بقى هنتكلم عن سعيد. ده شاب مصري قرر يواجه كل الصعوبات اللي قابلها في حياته بانه يشتغل في المعمار وانه يشيل طوب واسمنت ورغم الاعاقه بتاعته. هنا بقى قصه التحدي. من 3 سنين فقد سعيد ايده وهو بيشتغل في مخبز من المخابز، وطبعا بسبب تدهور حالته الاجتماعية قرر انه ما يستسلمش. هيعمل ايه؟ وبدأ يرجع تاني يشتغل. بيقول انه هو دور كتير جدا جدا، لكن سبحان الله النصيب خده انه يشتغل شغلانة قاسية جدا للناس العادية، فما بالكم بقى بشخص فاقد ايده. لكن كمل واشتغل علشان يكسب لقمة العيش بتاعته بنفسه. الحقيقة انه المثال ده لو كان في دولة محترمة كان الشخص اللي زي ده له حق على الدولة انها تكفله، لكن هنقول ايه؟ ربنا يوفقه ويعينه. الحقيقة في تركيا هنا بيبقى مخصص ليهم، انا بقول تركيا لان احنا عايشين في تركيا وشايفين الوضع عامل ازاي، بيخصص ليهم من قبل الدولة دخل شهري، حاجة بتروح لهم. غير كده كمان انتوا بتلاقوا وسائل المواصلات هنا مؤهلة ان هم يروحوا ويتحركوا لوحدهم، حتى الناس تتحرك على كرسي متحرك، فالباصات ومعظم المواصلات هنا مفروض بيبقى ليها طريقة معينة، حاجة كده بتتفرش لهم من جوه الباص بحيث انه يقدر يطلع بنفسه ويعتمد على ذاته. وده اللي نتمنى انه يحصل في مصر، الدولة تكفلهم، تبص عليهم الفئات المهمشة اللي زي دي، وفي نفس الوقت يعني المجتمع يديهم فرص ويديهم فرص عمل تكون فعلا مجدية وتستحق. لانه هيعمل ايه؟ ممكن يكون اب وعنده عيال وعنده زوجة وعنده بيت وعنده مصاريف والدنيا ما بترحمش، هيقعد يبكي على الاطلال ولا هيتصرف ازاي؟ اضطر انه يشتغل شغلانة زي دي، ولكن دي شغلانة قاسية جدا جدا، ففعلا من حقه علينا ومن حقه على الدولة قبل ما يكون حقه على المجتمع انها توفر له لقمة كريمة وحياة كريمة. فاللي يقدر يساعد الحالات اللي زي دي ما يتأخرش، ممكن تلاقيه جارك، ممكن تلاقيه ساكن معك في الشارع، ممكن تلاقيه حد من قرايبك، ما تقولش بقى خلاص اصله تأقلم وعاش حياته، لا هو يستحق انك انت تقف جنبه وتدعمه لان هو مثابر وصابر، فيحتاج مننا كمان ان احنا نقدم ليه يد العون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.